السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الماسك غزال غزال في التبييض البنات، ماسك رائع بالنسبة للناس اللي باغا البشرة ديالها تبيض، وحتى الناس اللي كتعاني من سواد حول الفم. كاين البنات اللي كيديروا لاسيغ وكيبقى لهم هاد الدائرة ديال الفم ديالهم كتبقى لهم كحلة. هاد الوصفة البنات اللي غادي ندير اليوم كتحيد السواد اللي كيكون حول الفم وكتبيض حتى البشره البنات. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تبخلوش علينا بالاشتراك باش دائما يدخلكم الجديد البنات. والوصفه راه غادي نطبقها على نفسي انا شخصيا، الا بقيتوا حتى لاخر الفيديو راه غادي تشوفوني غادي نديرها الوجه ديالي. واي وصفه البنات حتى كنجربها وكتعطي نتيجه عاد كنشاركها معكم، وكنجربها على نفسي انا شخصيا عاد كنشاركها مع المشاهدين. هاد الوصفه البنات غادي نحتاجوا فيها اسبرو، كلشي كيعرف اسبرو راه البنات موجوده في الصيدليه. ها هي الكرتونه ديالها كما كتشوفوا، راه متواجده البنات في الفارماسي، واللي ما بغاش يشريها من الفارماسيان حيتاش في الفارماسيان ما كيبيعوش بالوحيده، غادي تمشيو للحانوت اللي كيبيع المواد الغذائيه وغادي تاخذ وحده بدرهم البنات، ولكن راه رائعه البنات في الوصفات ديال التبييض. حتى غادي تجربوها عاد غادي تحكموا. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه من الحامض يقدروا يستغناو عليه ما يديروش، وانا دائما كنقول لكم الا عندكم حساسيه من اي حاجه حتى تجربوا، والا درت لكم شي حاجه ما ديروهاش. بالنسبه للبنات المكونات كاملين طبيعيين غير اسبرو، واسبرو راه ما غادي يدير لكم حتى شي حاجه حيت انتم غتشوفوا انا غادي نديرها على الوجه ديالي قدامكم. ويلاه معايا باش نشوفوا شنو غادي نحتاجوا في المكونات الاخرين. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني باش دائما يدخلكم الجديد، كنموت عليكم. ودابا البنات هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غنحتاجو حبه وحده من اسبرو كما كتشوفوا ها هي، وغنحتاجو دانون يكون مسوس كما كتشوفوا طبيعي، هانتوما البنات. وغنحتاجو الشوفان، هذا الشوفان تقدروا ديروا الحمص الى عندكم الحمص مطحون، تقدروا ديروا الروز، تقدروا تبدلوا الى ما عندكمش الشوفان. وهذا الحليب مجفف البنات، هذا الحليب نيدو كما كتشوف هانتوما. وهنا عندي الحامضه البنات، غادي ناخذ حبه واحده ديال الاسبرو كما كتشوفوا. بالنسبه اللي ما بغاش يشريها من الفارماسي راه غادي يشريها غير من الحانوت، كتباع بدرهم، واللي بغى يشري باكيه راه كتباع في الصيدليه بشي 340 وقيلة. غادي ندير البنات حبه ديال الاسبرو في الطبسيل وغادي نعصر عليها الليمون. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه من الحامض ما يديروش الحامض، يستغناو عليه يديروا غير هاد المكونات بركه. واللي ما عندهاش حساسيه من الحامض، الحامض البنات راه كيبيض وكيفتح البشره وكيعطيها واحد النضاره ما نقولكمش عليها. كما كتشوفوا دابا غادي نعصر واحد تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الحامض، شوفوا كيفاش كيتفاعل البنات. غادي نخليها حتى تذوب في ديك الليمون اللي شفتو هانتوما، ما تكتروش ديروا غير واحد معلقه صغيره، واللي عندها حساسيه تقدر تستغنى عليه ودير غير الماء ورده البنات. هاد المكونات كاملين ما تخافوش منهم لانهم كاملين طبيعيين. صافي غادي نبقى نحرك فيها حتى تذوب لي كما كتشوفوا، غير واحد شويه صافي كتذوب. ها انتم البنات كما كتشوفوا دابا هي ذابت لي اسبرو. غادي ندير واحد معلقه ديال الحليب نيدو صغيره، وغادي ندير معلقه ديال دانون مسوس، وهنا راه عندي معلقه ديال الشوفان. ها انتم البنات وغادي البنات نخلط هاد الوصفه، وإلا جاتني شويه قاصحه غادي نرش عليها الماء ورد. هانتوما البنات اللي عندها حساسيه من الحامض انا قلت لكم ما تديروش، تقدر تستغنى عليه. هانتوما البنات كيفاش كيجي الخليط. هاد المكونات كاملين البنات طبيعيين ما تخافوا من حتى شي حاجه، وانا غادي نديرو قدامكم دابا فوجي. يلا هو معايا باش تشوفوا غادي نطبقوا على الوجه ديالي. ودابا البنات غادي نشارك معكم الماسك كما كتشوفوا، غادي نشاركوا معكم على البشره ديالي كما كتشوفوا. بسم الله ها انتم البنات غادي ديروه وتخليوه واحد
10 ديال الدقائق. بالنسبة للبنات اللي عندهم السواد في الفم راه غادي ما يبقاش بصفة نهائية البنات، حتى غادي تجربوا الوصفة عاد غادي تردوا عليا. هانتوما البنات غادي نوزع الماسك كامل على الوجه ديالي، الا بغيتو ديروه حتى في عنقكم ديروه، في يديكم تحت الابيض ديالكم حتى هو كيبيض. هانتوما البنات راه الحاجه حتى كان نطبقها على وجهي عاد كنشاركها مع المشاهدين كما كتشوفوا. صافي باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو، غادي نديرو كامل على الوجه ديالي، ما نخلي حتى شي بليصه، وغادي نخليه واحد 10 ديال الدقائق كما قلت لكم، ونرجع معكم باش تشوفوا النتيجه. ما تخافوا من حتى شي حاجه البنات، الوصفات اللي كنعطيكم كاملين مجربين، وهنا كنديروا حداكم البنات. بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه راه دائما كنقول لكم حتى تجربوا الوصفه عاد طبقوها، حتى تجربوا في عنقكم مثلا من مور ودنيكم هنا، الا دارت لكم شي حاجه ما ديروش الحامض، وإلا ما عندكمش حساسيه من الحامض غير ديروه. صافي البنات شوفوها انا درتو على وجهي، وغادي نقطع الفيديو، غادي نحاول انني نهبطو حتى العنق ديالي. غادي نخليها البنات 10 ديال الدقائق حتى ينشف واحد شويه، ونغسل وجهي ونرجع معكم باش تشوفوا النتيجه الاخيره كيفاش دايره، ما تمشيو فين. هانتوما البنات من بعد ما غسلت وجهي هانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش دايره، وما كاين حتى شي حاجه في الوجه ديالي، بالعكس البشره ديالي رجعت رطبه ورجعت كتل مع البنات. وانتم عارفين انني انا ما كنديرش ليكرون ديال الشمس، كنت مشيت للبحر والله العظيم مشيت بلا ليكرون بلا حتى شي حاجه، وحسيت بان الوجه ديالي رجع فيه شي شويه ديال السمرار، ولكن دابا تفتح. هانتوما كتشوفوا انا يلاه غسلت وجهي من الماسك البنات، راه رائع، راه غادي تشكروني عليه. ما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وتشاركوا في القناه باش دائما يدخلكم الجديد. وراه كندير البنات الوصفه وكنضرب عليها تماره والله العظيم ونمونطي ونلوح لكم الفيديو، ولكن ما كيكونش تفاعل، وكان ما كنبغيش نصور لكم الفيديو والوصفه ما نجربهاش على وجهي مثلا غير على يدي، وتقولوا راه لبنى كتعطي الوصفات وما كديرهمش هي، بالعكس كنحاول انني ندير الوصفه على الوجه ديالي وانتم كتشوفوا باش ديروها وانتم مرتاحين، ما تخافوا من حتى شي حاجه. وكان هذا هو الفيديو البنات، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، ودائما ان شاء الله غادي نكون عند حسن ظنكم ونحط لكم فيديوهات في المستوى. راه قلت لكم الماسك غادي تخليوه البنات 10 ديال الدقائق. الناس اللي غادي تسولني بالنسبه شحال ديال الوقت باش نديروه، ديروه جوج مرات في الاسابيع، وحاولوا انكم ديروا الماسك وما تكونوش البنات البشره ديالكم ما تكونش نقيه، يعني ما تكونوش حاكين بالكيس. وصافي البنات هادشي اللي كنديروه جوج مرات في الاسابيع، وان شاء الله غادي تشوفوا نتيجه رائعه، وصفه مجربه مني انا شخصيا، وكنموت عليكم فيديو اخر ان شاء الله.